أشهد أن لا إله إلا الله، الله أراد بك خيرا. وقد جاء في الحديث: من يرد الله به خيرا يصب منه. وفي الحديث الآخر: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: إن الله لا يتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالخير. وقال: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. وفي الحديث: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. كل هذا الذي حصل وفق علم الله عز وجل وتقديره وحكمته. فالله تبارك وتعالى حينما يحرمك من الدنيا، مهما حاولت وبذلت وفتحت من المشروعات أو بذلت من الأفكار كيف تصير غني، الله ما نسيك وذكر فلان، تعالى الله وتقدس عن هذا، لا، ولكنه فاطمك من الدنيا عن علم أن ذلك ليس من مصلحتك. قد يبتليك بالفقر عن علم، وهذا العلم مرتبط بالحكمة. فلا تجزع ولا تتسخط ولا يصدر منك ما تنحط به مرتبتك من الحسد لمن أغناهم الله عز وجل، لا، الله ما نسيك. فالله تبارك وتعالى قد فاوت بين هذا الخلق، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض من درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر رفق بهم أيضا. فهذا كله عن علم. الكفار حينما يعطيهم الله عز وجل، جبابرة الكفار حينما يمدهم وتزيد قوتهم ويبطشون بأوليائه، كل هذا عن علم وحكمة، يمهلهم قليلا ويملي لهم ليزدادوا إثما، فإذا أخذهم كانت جريمتهم قد استحكمت وتعاظمت، فيكون أخذه أليما شديدا. إن أخذه أليم شديد جل جلاله وتقدست أسماؤه. فتفضل لهذا المعنى دائما، إذا شعرت بالحرمان أو جالت الخواطر في ذهنك عند عارض المرض اختلال الصحة، تذكر هذا المعاني. الله يعلم بك ويعلم كل حركة، ويعلم عن هذا المرض، هو الذي قدره والذي خلقه، ويعلم ما هو أدق من ذلك، والشفاء بيده، فهو عليم، يعلم مقامك ويعلم دعاءك ويعلم حالك وما يجول في خاطرك، ويعلم صبرك ويعلم احتسابك ورضاك عن الله عز وجل. اختاره وساقه إليك ليرفعك وينظر كيف تفعل، فلا يرى منك إلا ما يجمل ويحسن، فهو ناظر إليك، عالم بك، وحينما ابتلاك بما ابتلاك به هو حكيم. هذه معاني عظيمة، هذه التربية الإيمانية، هذه التربية التي تصلح القلوب والأعمال، تعرف بالله جل جلاله معرفة صحيحة.